الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والأفلام القصيرة، وده هيكون بمشاركة 62 دولة، وهيبدأ من يوم 28 فبراير يعني النهاردة لغاية يوم 5 مارس، وهيكون فيه أفلام بتتعرض لأول مرة وكمان ندوات يومية بيشارك فيها قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة. اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية الدولية للأفلام التسجيلية والقصيرة، مشاركة واسعة من جميع أنحاء العالم في الدورة 25 خلال الفترة من 28 من فبراير إلى 5 من مارس. 121 فيلما من 62 دولة تشارك في فاعليات المهرجان. قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يمنح جائزة باسم الوثائقية للمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة، ويتكفل بإنتاج فيلم وثائقي للفريق الفائز، عروض أفلام لأول مرة وندوات وكواليس خاصة. انتظرونا في رسالة يومية من مهرجان الإسماعيلية الدولية للأفلام التسجيلية والقصيرة على شاشة وثائقية. الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، خلونا نعرف أكتر عن أهمية هذه الدورة والدول المشاركة، وأهمية كمان أن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة هيكون جزء من هذه الدورة للمهرجان. معانا ضيفنا الأستاذ شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. مساء الخير يا أستاذ شريف وأهلا بيك. مساء الخير يا استاذه جاسمين، اهلا بيك واهلا بالسفيره عزيزه، مبسوط ان انا معاكم على الهواء. ده احنا المبسوطين جدا. يا ريت يا استاذ شريف. انا شايفه هو كمان الزميله العزيزه جنبي نهى. طبعا اولا عايزين نهنيكم على الاداء الرائع بجد لقطاع الافلام الوثائقيه، رائع 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 بجد، يعني ممتع ممتع للي بيتفرجوا وبيشارك. الحمد لله، احنا يا دوبك من 6 أيام كملنا سنة. مبروك. عامل أول، الله يبارك فيكي وربنا يوفقنا جميعا ودايما مع بعض. يا رب إن شاء الله. إحنا وكل القطاعات الشقيقة في الشركة المتحدة. العام الأول كان عام التأسيس، إن شاء الله مع بداية العام الثاني بنستعد لتنوع أكثر في الإنتاج الوثائقي، بنستعد إحنا دلوقتي بصدد إنتاج مشترك مع شركات خارجية، بنزداد في التعامل بنظام المنتج المنفذ لاستنهاض الصناعة في مصر. السنة اللي فاتت في نفس الأيام دي يا دوبك بعد أيام من الإطلاق كان الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية. في اللحظة دي ما كانش قدامنا غير إن احنا نكتفي بتغطية الفعاليات برسالة يومية. خدنا نفسنا شوية، تمنا سنة، بقى في الدورة الحالية الدورة 25 اليوبيل الفضي للمهرجان، كل سنة وهم طيبين، واحد من أعرق المهرجانات النوعية طبعا في المنطقة العربية كلها. وارتقينا طبعا بالتنسيق مع رئيس المهرجان الناقد الفني الصديق العزيز الأستاذ عصام زكريا، إن إزاي يبقى في تواجد وشراكة وتعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية ومن خلال قطاع الإنتاج الوثائقي وقناة الوثائقية طبعا، وبين المهرجان وبين المهرجان بيتم تحت مظلة المركز القومي للسينما برئاسة دكتور حسين بكر. طيب إزاي التعاون يبقى مثمر؟ إزاي طب ما نشارك في الجوائز بتاعة المهرجان؟ ومن هنا قعدت افكر، هل تبقى فيه الجائزه ماديه برقم مالي يقدم؟ وبعدين قعدت افكر يعني مهما كانت القيمه الماديه للجائزه في النهايه هي قيمه ماليه ممكن تصرف، طب ما تيجوا نخليها ايجابيه بشكل اكتر. فروحنا دونا عن بقيه فروع المسابقه، رحنا للفرع الخاص بمشاريع الطلبه. برافو. والفرع ده
قاصر على المصريين. طيب اللي هيفوز بالمركز الاول انا بقول له كطاقة انتاج وثائقي في الشركه المتحده انا هنتج لك فيلمك، هعمل لك فيلم جديد ووفر لك لوجستيا كل الامكانيات لانتاج فيلم وثائقي. فانا هرعى مشروعك وهقدم لك كل الامكانيات في هذه المرحله المبكره من عمرك الفني، وهعرض لك الفيلم كمان على شاشه الوثائقيه وعلى منصات الشركه المتحده. جميل. فاحنا بنقدم للفايز دعم غير مسبوق. طبعا 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 احنا بنستنهض المواهب الشابه وبنبحث عنها في كل مكان. صحيح. من ضمن الطرق وبتشجعهم ان هم كمان يعني يلجأوا لكم ويقدموا اعمالهم، لان ممكن يكون عندهم فرصه حقيقيه فعلا بالمنافسه والمشاركه ان اعمالهم تتعرض على شاشه الوثائقي. وكمان غير كده الجائزه دي السنه دي ان شاء الله، وانا اعتقد ده هيبقى ليه مردود في الدورات القادمه، ربنا يدينا العمر، ان هيبقى فيه اقبال اكتر من طلبه كليات الاعلام وزي معهد السينما والمعاهد المشابهه ان هم يتقدموا باعمالهم في الفرع ده كل سنه في مهرجان الاسماعيليه الافلام التسجيليه والقصيره. صحيح. على فكره مهرجان الاسماعيليه ما كانش من المهرجانات اللي واخده حقها يعني لغايه من فتره قريبه جدا، كان بيتعمل و25 سنه كده، ولكن ما كانش يعني المشاركه فيه. طبعا على فكره فيه يعني مشاركات عالميه، ولكن يعني حضرتك صلحني لو انا مخطئه، بس حسيت ان هي كانت ممكن تاخد من ضوء من اكتر. طبعا من المهرجانات العريقه جدا، ويلا بينا نشاور على كل حاجه منوره في مصر. بالظبط. ايوه بالظبط كده. واحنا بنتمنى لك التوفيق. كان معانا استاذ شريف سعيد رئيس قطاع الانتاج الوثائقي بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. نخرج فاصل ونرجع نكمل